عليكم المتتبعين ديولي الكرام، فكنشكركم من جديد وكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي اللي هي ماجدة غوص. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلو او السفوف او التقيوتات على حسب كل منطقه وكيفاش كيسميوها، اللي هي الصراحه على يد ماما الحبيبه الله يخليها ليا والله يطول لي في عمرها. فقلت علاش لا، غادي نديرو علاش لا اللي ما نشاركهاش مع الاخوات اللي عندي في القناه، واللي دائما كيقولوا لي ماجده 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 جيبي لنا شي حاجه ديال رمضان. انا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلو، بقاو معايا نوريكم المقادير والطريقه كيفاش. كما كتشوفوا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج انا في هذا السلو، هذا عندنا 1.5 كيلو ديال الدقيق، عندنا 1.5 كيلو ديال الجنجله اللي غاسلاه ومحمراه وطحنت النص ونص خليته، عندنا كيلو ونص ديال اللوز، عندنا 1/4 المعالق ديال حبه الحلاوه، وعندنا 4 المعالق ديال النافع، وعندنا 4 المعالق ديال القرفه، وواحد جوج ديال الكوزات اللي هما محكوكين، وعندنا 1 معلقه صغيره ديال مسكه حره. بالنسبه لهاد المقادير كاملين غادي نديروهم في واحد الاناء وغادي نخلطوهم مزيان، وغادي نضيفو ليهم 1.5 كيلو ديال الزبده بلديه، وواحد يترو ديال زيت الزيتون اللي غيكونوا ديجا يعني مسخنين ويكونوا بردو، وغادي نضيفو 1.5 كيلو ديال السكر كلاصي، وغادي نخلطو المقادير كلها مع الزبده وزيت الزيتون، والعسل غادي نضيفوه اخر حاجه هو واللوز اللي بقالي. صافي، من بعد ما خلطت انا المقادير ديالي كاملين وجمعتو بزيت الزيتون والزبده، فدابا غادي نضيف العسل، ومع انا خليت شويه ديال اللوز كيعجبني هكا صراحه، غنضيف العسل ديالي صافي، وغنبقى نحرك واحد شويه على حساب الحلاوه كل واحد وكيفاش كيبغي سميتو ديالو. صافي، غادي نستمر هكايا حتى نخلطو مزيان كامل كيف كتشوفوا، يعني حتى داك اللوز يندمج ليا مع الخليط ديالي كامل. ومن بعد غادي ندوز ان شاء الله غادي نوريه لكم في طبق التقديم، ونتمنى ان شاء الله السلو ديالي يعجبكم وديروه. دابا نخليكم ما نطولش عليكم، تندوز نوريه لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال السلو اللي صراحه على الطريقه ديال ماما الحبيبه الله يخليها لينا، اللي صراحه كيجي رائع وكيجي غزال، اللي كلا عندنا كيطلب المقادير ديالو كيف كتشوفوا، الصراحه راه كيجي هائل وكيجي زويون. وجاتني فكره قلت علاش لا لما نشاركهاش مع المتتبعين ديالي الكرام، لا اللي عندي في القناه ولا الناس اللي من العائله ولا الاصدقاء ولا في الكل، كنرحب به من جديد. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتتبعوا الطريقه اللي وريتكم خطوه بخطوه، وان شاء الله غادي يكون ناجح 100%. فانا كنقول لكم 100%، لان صراحه يعني اللي كله عندنا اللي تذوقوا، يعني كيقول الماما عطاني المقادير ديال هذا السلو هذا راه رائع وجزويون. فما نطولش عليكم، نتمنى ان شاء الله توصلني تعاليق زويونه ولي جيم زويونين بحالكم. دابا ما عليا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو